السوق اليوم بعدا ما روجش كيفاش حال الكميه السوق؟ لا اليوم شويه السيمانه كامله رخيص، اليوم طالع شويه، اليوم 140 درهم. سبعة الصنادق اخويا اللي كاين اخي ها متابعينا الكرام، مرحبا بكم في مباشر جديد من الدار البيضاء وبالضبط من سوق الجمله للسمك. جينا نشوفوا اليوم الحوت شحال ديال الثمن ديالو، شحال واصل الله يسهل عليك، شحال واصل اليوم الثمن ديالو، شحال كاين مع بو سعيد حسن. السلام عليكم بو حسن. بخير الله يبارك الحمد لله. شوفوا هنا نشوفوا الحوت شويه كيف تبدا بو حسن. الحمد لله الله يبارك، الحمد لله الله يبارك. اليوم السوق شفنا الراوج تبارك الله، السوق اليوم مزيان 140 درهم داير الثمن ديال السردين. 140 درهم تقريبا شحال كيتباع الكيلو؟ يتبيعوا بالفرانك 10 دراهم. بالنسبه للحوشه ديالنا ترخيص غالي كان شي يومين كان كان موجود كان موجود موجود كاين السردين. يعني شوف الاحياء الشعبيه الا جاب الله بغيتي تبيعوا ما كتبقاش مشكل في الاحياء الشعبيه بالنسبه للثمن ديال الحوشه ديالنا 10 دراهم ثمن مناسب للجميع. كتشوفوا هاد الايامات بزاف ديال الناس كيدخلوا ما كيتقداوش الحوت لحقاش غالي ولا كيقولوا بالصناقه لا 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 الثمن قليل الحوت ومزيان الثمن 10 درهم راه مزيان 140 درهم راه مزيان. علاش كنتي تبارك الله سي حسن؟ كنت يا خويا مع الستة مع الستة ديال الصباح، يعني من الستة ديال الصباح يلاه تقدر الله الدور تقلب على المليح. تبارك الله عليك بو حسن. هاك تحياتي. السلام عليكم. كي داير سيدي؟ لحظة الحمد لله الله يعزك. إلا بغينا نسولك الحوت كيفاش جاك هاد الأيامات غالي رخيص؟ الحوت مع على حساب الموسم، مرة تيكون موجود مرة تيكون قليل على حساب الوقت. علاش كتجي انت تبارك الله هنا؟ كتجي مع الستة ونص سبعة. شحال انت كدير الحرفة ديال الحوت تبارك الله عميدة؟ 30 عام. 30 عام تبارك الله وانت في الحوت. ود البحر دابا انت؟ ود عين السبع. يعني البحر في الدف. وهذا هو اللي قسمنا الله في الحياة في الرزق ديالنا. كنعرفوا مثلا المناطق ديال عين السبع ولا المدينة القديمة ولا الدراري كاملين يعني كيكونوا مولوعين بالبحر. اش كيكون الله والحر حنا ولاد البحر ودخلنا لهذا الدومين وبقينا فيه لقينا فيه رزقنا وبقينا غاديين فيه. بالنسبه للثمن ديال الحوت كيفاش جاك هاد الايامات؟ الثمن على حسب الحوت على حسب كل حاجه على وجهها. المليح بالثمن السردين بارفو تيكون غالي بارفو تيكون غالي على حسب كان موجود راه غالي كان على حسب البطوات على حسب على حسب على حسب الكاليتي اللي داخله في البحر. يعني كل مره كتقدر تلقى ديما الجوده هي اللي كتبقى تلعب على الثمن. اه كل حاجه كتبقى واحد دير 40 يقول لك واحد الميتا كل زرعه وكيالو. داكشي علاش كل حاجه على المليح كل واحد اش كيدي باش كدي بيع. داكشي علاش استاذ تلقى مثلا في الشعبيه 10 دراهم واحد كتبقى داير 10 دراهم واحد داير 7 دراهم واحد كاليتي 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 على حسب الكاليتي اذا كانت كاليتي عاد مزيانه الثمن مليح كيبيعوا حاجه على وجهها اخويا. تبارك الله عليك تحياتي اخويا اللهم يسر من سوق اجل اجل من سوق الجمله متابعينا الكرام كيف ما قلنا. السلام عليكم. السلام خويا مرحبا. كي داير؟ الله يبارك فيك خويا. تبارك الله راه كاع الحوت واقيلا ديال المرصد ديتيه. لا خويا انا اللي مكتبين كنديوه. وبالنسبه للثمن كيفاش داير؟ الثمن مناسب. الثمن مناسب الشناق هو اللي هو عادي كيخلي السوق هما الشناقة. يعني هما اللي كيخلوا ان هما اللي كيخلوا الثمن يتزاد، حنا كنشريو ب 100 ريال كنبيعو ب 140. فين غادي دابا انت تبارك الله؟ انا غادي للرحمه الحي الحسني. الله يسهل عليك. الله يسرك الله يعاونك. تحياتي. اللي كنعرفوا ان سوق الجمله كيبدا بكري باش الناس حتى هما تسعود يكونوا في الاسواق الشعبيه. اذا متابعينا الكرام شكرا لكم وشكرا لتتبعكم الى اللقاء.